السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قصي أبو عبد الله من كندا. اليوم جايين حديقة الزهور بكشنار بمنطقتنا، ناخذكم بجولة. بسم الله، أنا والأطفال، هذا يوسف، عليكم السلام. اليوم ضايجين، قلنا نتمشى. هاي النافورة، هاي الورود، هي من هناك تبدي مسافة كلش كبيرة. هاي المسافة كلها احنا بدينا من النص على طول، المنطقة كلها بس ورود واشجار يعتنون بيها، مساطب يقعدون العالم ياكلون. هاي العماية القريبة عليهم، يجون هنا كلش حلوة على مد البصر. هاي لين شبعت مي، ايلين ما صدق بس يشوفون مي يشيتهم بيه. قومي قومي حبيبتي، قومي قومي، عف المي هسه عندك مسبح وتسبحين بيه. يلا عم دس صوت المي، شوف مو تعرف صوت المي. واحد يقعد صدق هاي النافورة هيك يقعد يسمع صوت المي، كلش حلو يريح القلب والروح. ايه مو نسخة معطين، يلا تعي تعي خلينا نشوفك الحديقة تخبل تجنن. هاي الورود، يا تعالين يلا امشي امشي وياي حبيبي. عف المي، يتقبلون على المي، شلون بهذلت انا من ورا المي. يلا تعاي، شو فرحان اليوم؟ حلو المي، شوف الورود قد حلوة، منظر كلش حلو. يعني قبل كانت احلى بعد. لا تقطعين حبيبي، ما يصير لقيتيها بالقاع. هاي النافورة بس شوية تعبانة، هاي مو مثل ذيجة. ذاك المنظر كنا بجرمانة. هاي كلها هيجي معالم موجودة بسوريا، هيجي عشنا 6 سنين، عشنا 6 سنين بسوريا. ايش كله صخور. ها حبيبي اي يا تعال منا، خلينا نصور منا، تعال يا تعال امشي يلا تعال. تخبل تخبل، شوف الريحة، الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. العطر فواح، هاي زنبقة يمكن، منظر ولا أحلى ولا أجمل. هاي يمكن الزنبقة، لا حول الله. العوالي يجون هم أولادهم، لأنه بالبيت يصير جهنم عندنا، حرارة كلش عالية. وهنا هاي عزيزة، هناك المي كان يحمن حلو، فالبيت يصير كلش حار، لأن بيوتنا من خشب بكندا، أي فصير حار كلش، فنطلع لأنه ظل التبريد النهار كله يشتغل ما حلو وصرف كهرباء، فنطلع هيك حدايق نقعد بيها كلها طبيعي. هذا همين حلو، شوف فيه سمك صغار حتى هنا وراي السمكة هاي الحمراء. الله سمكة وين راحت؟ اكو سمكة حمراء راحت سريع، ختلت. شوف بعدكم مناظر حلوة بعد لي قدام، شوف الورد والريحة، الريحة شوف المنظر عبك معايدة، سبحان الله. نطق صورة احنا ماشيين، طق الصورة، سبحان الله. العطر اللي بيها يخبر، هاي العوالي هنا هم يطقون صور، يمكن اريتيريين، نعرف العوالي من صفاتهم من شكلهم يبينون.
سبحان الله من قاعد يطقون صور. هذا الحل الشلال صغيروني، شوف شلون مسوي، فكرة بسيطة بس ايش قد حلوة. هاي ماي، شوف على مد البصر، هاي شكل جوا ما ادري، خلنا نستكشف. واو، مع صوت المي. بسم الله، كله المي ضاع، مي جاري، سبحان الله. كلها مصاطب على شكل مثل الجبل مسويها مصاطب. هنا مصطبة، بس هنا كلش حلو. عباكم الجبل صاعد، يا الله راح نفسي قمت الهث. اوف، ما جبت الكاميرا ذي شي، حرامات ام المي. بس وانا اخليها بالمي عادي. هاي الخضار اللي بكندا، واحلى شي هاي البيوت اللي وراها، هم نعدهم ما يجون هنا. سبحان الله، خلنا ننزل عمود ليسر، فيديو طويل، نوقف ونروح ليغاد. وصلنا لهنا، هذا احلى مكان، جسر. هذا يوسف صار له ساعة واقف هنا. ليش ما جبت هاي الكاميرا؟ انا ما ادري، هاي واحد يباوع، كانوا هذول يصورون هنا عائلة يصورون. وهذا العلم، سلام الله عليكم يا كندا. سبحان الله، لك عيني ما يخلوا يم بيتنا هذا المسبح، كان اظل نايم بيه 24 ساعة انا وانوسي، نموت على السباحة. طالع علي انوسي ابني يونس، صار له ساعة مكاتل وعيال تواصل وين على مدير الذب زرق هنا، ممنوع، شلون اسوي لهم مسبح بالبيت؟ هاي عائلة بيصورون، عندهم طفل يمكن وبيصورون، ماذا اقتحم خصوصيتهم، خليهم على راحتهم. بس هذا المكان خرافي، اللهم صل على محمد وآل محمد، جنة على قوت ابو حمزة الملاكم، جنة مال ارض، جنة 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 الارض. صوت المي والريحة والورد، شوف المعايدة عبق على البحر، عبق معايدة وعلى البحر ضاع، من بين عبالك مسبح ونافورة. سبحان الله، على الخضار، على الزراد مال المي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لعد بالجنة شكو. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر على قلب بشر. الحمد لله، هاي بالدنيا هيك موجود. اعذروني لأنه ثقيل وأصعد وأنزل. سبحان الله، بعدت عن الأولاد، بس أخذ لي جولة بها هاي الحديقة وخليها ذكرى، ننزلها على اليوتيوب بقناتنا نتذكرها. حيجينا الشتاء هالسنة، قالوا الشتاء حيبدأ من 28/10 يكون معنا، يعني ينزل الثلج بعد خلاص 28 سنتيمتر، قالوا من هالسنة متحضرين الشتاء متحضرنا، فخلي نودع الصيف وياكم. وين شفنا حتى شمس؟ ما شفنا هالسنة، سبحان الله.
سبحان الله، شوف العطش، الريحة، ريحة الورد، سبحان الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدة أحلى من وحدة، كلش حلو، عطر العطر مال الورد يجنن. لهنا واصل هاي العطر، هذا كلش قوي. طبق معايدة تكسورة، دمشي الكاميرا قاعد تهتز بيد مو عدلة، سيل دسعد ودنزل، دسعد ودنزل، سبحان الله. هاي بعد اكو هناك ساعة الى همين، اكو وراها النهاية، شوف من هناك همين موجود، من هناك همين، همين ورد ويا السياج، اما كله ورود، سبحان الله. بس بشرية ماكو، كلهم طالعين لو وين. هاي شوف مسوي لهم مكانات حلوة وجنة، بس شنو الفايدة، ماكو بشر، هاي بس الشياب ما ادري شنو، كلهم طالعين، هاي لو بغير محافظة، لو بغير مكانات، كنا بسوريا نقعد بشي حديقة ازدحام، قريبة بجرمانة يم الجسر، كتل كتل العالم. لا ماكو حد، سبحان الله، هم من خوف من كورونا، خوف من العوائل، يعني يسوون تباعد، بعدهم ماخذين حيطة وحذر، سبحان الله. شوف شوف وين ما تروح، خضار وورد، خل نوقف ورح رجعنا وياكم، ما حد يصورني، منظر خرافي، هذا احلى شيء، احلى مكان هو هذا، مع صوت الماي، هاي يجون هنا الضجيج، بعد هنا انسى الدنيا، ما في مع صوت الماي، سبحان الله. يلا اخوان الى هنا، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، ينتهي فيديونا لهذا اليوم. كان معكم قصي أبو عبد الله من كندا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوان لا تنسونا بالاشتراك والدعم واللايك والشير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.